تيقول لهم، تيقول لهم انا غادي نحيد الصفه الاجراميه على العلاقات الرضائيه. المغاربه كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائيه. العلاقات الرضائيه هي ما يعرفه المغاربه بالفساد. واخا يكون الانسان كيمارس داك الشيء كيعرفوا باللي فساد، تاد شنو هو؟ هو عكس الصلاح. إذا كان عندك روبيني مزيان فهو صالح، إذا خسر فهو فاسد. هادو بغاو الفساد يصيب يعني الفلوكه كامله وتغرق لا قدر الله. كيفاش هاد القضيه هادي؟ لاش؟ حينتاش دابا ما كيدخل حد في حد ملي شي واحد كيمشي كيعمل شي مصيبه وهو مستور. ولكن هذا بغا، هادو بغاو هاد الشيء بدا يوقع بالعلالي وما تدخلش الدوله، هذا هو اهم شيء. باغيين هاد الشيء هذا ما يبقاش يوقع تحت اطار القانون. فين غنوصلوا المغاربه؟ وتصنتوا لي مزيان اش نقول لكم؟ فين غنوصلوا؟ غنوصلوا لا قدر الله انك تشوف ولدك بنتك او لا ولدك كيمارس الفساد وما تقدر انت لا تهضر لا تتكلم، الا هضرتي ولا تكلمتي تقدر تمشي للحبس. ولدك او بنتك. في كندا واحد المغربي جا عنده واحد فهمتيني ولا لا، بلا ما نقول اللون ديالو، قال لي خرج لي بنتك. قال لي ما نخرجها لكش. مشى جاب ليه بوليسي، قال لي هذا السيد جا عندك قال لي خرج لي بنتك. قلت له لا، قال له اياه. قال له عندك جوج ديال الحلول، يا اما تدخلوا عندها يا اما تخرجها عنده. ما بغيتيش تمشي للحبس. اضحكوا الفلاحه، اضحكوا مع ريوسكم باش تعرفوا روسكم اش جايكم. ها الفلاحه، ها ميمتي يا ميمتي، فين الرجله وفين الشهامه والغيره؟ داك الشيء كل شيء ديالك غتمشي تخبيه في الدار وتسد عليه في شي بيت وتولي. واحد فرنسا الله شاهد عليا، هو عاود ليا قال لي واحد المغربي، واحد المغربي جابوا على العائله ديالو كلب للدار، قال له ما تجيبوش كلب راه الملائكه كتخرج الا جبتي الكلب. مشاو شكاو به، جاو قالوا ليه البوليس عندك جوج الاختيارات، يا تقبل الكلب يا تخرج انت يبقى الكلب. تصفيقات حر على الكلب. هي هذه. أنا دابا تنهضر معاكم، قلت لكم في الأول باش تبقاو عاقلين على كلامي، راه ما بقيتش صغير والأعمار بيد الله. تي خصني تنقول لكم راه دابا بحال كل مرة تكلمت معاكم راني كنزيد نوصيكم وصية مودع قد تطول سنة أو عشر سنوات الله أعلم، ولكن هذا الشيء اللي تنقول لكم راه هو اللي كاين. شنو كيعنيو بهاد العلاقات الرضائية؟ كيعنيو أنه الرجل إذا لقى راجل مع مراته، أو المرأة إذا لقت امرأة مع رجلها، ما تدخلش الدولة. ما يمكنلاش يمشي عند وكيل الملك تقول له راه كاين عندي الفساد في الدار صيفط معايا البوليس. ما يمكنلوش يتدخل، خصك بيناتكم. واش غادي نديروا دابا؟ لا قدر الله. هذا الشيء تيوقع، يقدر يوقع، ندور نقتلوا بعضياتنا. الراجل يقتل مراته ويقتل اللي معاها ويمشي للحبس. واللي يقتلوا الاخر يمشي للحبس، كيفاش غنديروا لهذا الشيء؟ هذا الشيء اللي وقع في فرنسا دابا دابا. دابا كل يومين تقريبا، كل يومين كتقتل المرأة في فرنسا رسميا، بمعنى كيوصل الخبر ديالها، حيت اللي كتقتل ما كيوصلش الخبر ديالها، الله اللي عالم به، كتقتل المرأة فهمتيني ولا كيسميوها لو فيمينيسيد، وتيخرجوا يديروا المظاهرات ضد هذا الفيمينيسيد بحال انسكتيسيد، بحال لا بغيت تقتل الحشرات كتخدم الانسكتيسيد. دابا غير القتل ديال النساء هو كاين في المغرب، ماشي ما كاينش، ولكن شحال كنسمعوا في العام كامل؟ حالة جوج ثلاثة أربعة. فرنسا دابا 140 حتى 150 حالة في السنة رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي وقع فقط الضرب والجرح درجة الأذى. طيب احنا فرضنا هذا الشيء هذا وقع، شنو غتكون النتيجة ديالو؟ النتيجة ديالو بطبيعة الحال الطلاق. والطلاق شنو هو الطلاق؟ الطلاق هو تشريد الأسرة. والاولاد غادي دابا على الاقل كاين الدوله كتقدر تمشي تشكي عند وكيل الملك الرجل ولا المراه، وكتدخل الدوله وكتعتقل اللي غتعتقل وكتحاكم اللي غتحاكم وكتطلق اللي غتطلق. تيبقى داك الشيء محدود، كيبقى مفهوم في الذهن ديال الناس باللي هذا فساد. اليوم كنشوفوا ناس كيجيو لعندنا للمغرب تيطالبوا بالحق في الخيانه الزوجي، والمغاربه ساكتين. علاش ساكتين؟ ساعرف علاش ساكتين؟ خايفين ياك؟ واش خايفين ولا ما فاهمينش ولا بجوج؟ قال لك واحد السيد كيصلي بالناس وما حافظش القران مزيان، كيكحب
حيت ما حفظ القران كيغطي على داك الشيء. ملي كمل قال لي واحد قال لي واش عيان من صدرك ولا من القران؟ قال له منهم جوج. ما نبقاش نعاود لكم النكات ما كتفهمونيش الله يهنيكم. انا نعاودهم لكم الا ما فهمتوش فهموا ملي تمشيو لديوركم. فخاصكم الاخوان تعرفوا شنو واقع في بلادكم. هذا وزير العدل. يا للاسف. ومشى تيجيب لنا واحد الفقيه فهمتيني ولا لا؟ غير البارح هو سلفي متشدد كيسخر منا حنا اللي كنا في البرلمان، ومن بعد طمعوا هذاك المصيبه ديال فاس بلا ما نقول لكم السميه ديالو، غير نقول المصيبه ديال فاس غتفهموا شنو هي المصيبه ديال فاس. معروف ياك؟ لان قلت لهم انا ملي ولا مولاي ادريس رئيس ديال مدينه فاس خاص اهل فاس كلهم يخرجوا يصليوا صلاه الشكر، غير اللي خلصهم من ذاك المصيبه اللي كانت تمايا. انتم فهمتوا دابا مزيان. هذاك المصيبة ديال فاس طمعوا قال له راه انا غنمشي للبرلمان وغنولي رئيس البرلمان، اجي انت كنت ثاني معايا باش ملي نولي انا رئيس البرلمان انت هذيك الساعة تولي برلماني. والدور الحركة عنده لان كان في الحبس وخرج من الحبس فهمتيني ولا، القضية عنده عيانة الى اخره، الله يرحم ضعفنا. مشى معاه، مشى معاه هذاك ولا برلماني، كان كيتسنى يولي رئيس ديال البرلمان. لا كان بغي يولي رئيس البرلمان لانه النهار اللي وقع البلوكاج، نهار اللي جات 7 شتنبر 2016، واش عقلتي على هذا الشيء ولا؟ ملي كانت عندنا 107 ولات عندنا 125، حيت قلت لكم قبيله في هذاك الكلمه اللي دوزوا الاخوان، قلت لكم الا نجحنا مبارك مسعود، ما نجحناش نمشيو فحالنا، ولكن الغريب هو اننا نجحنا ومشينا فحالنا. هذا من قال لك ما دمت في المغرب فلا تستغرب. في الدول الاخرى كلها هي الا نجحتي كتبقى، في هذا المغرب الا نجحتي كتمشي. مبارك مسعود اسيدي، احنا مشينا. اش درت يوم بعد منا؟